كله بقيت بدك بصبع. أول ما هي تعد كل الناس هم. ليش الظهر تنتبه يا أصلا؟ ماها؟ مراد؟ مين كمان؟ مراد؟ حمزة؟ خليل؟ جيت لك كل ها؟ عبد العزيز؟ عبد الرحمن؟ وأحمد؟ جميل؟ جمال؟ باسم؟ وعندهم خليل؟ في خليل؟ البنات كوكب نعمة أمل ياسمين واحد وأربعة عشر بس ندمان على اللي جبتهم كلهم جد لأنه مش قادر أربيهم مش قادر عليهم عن جد مش قادر عليهم من عند الصغير والكبير كله نفس الوقت مش قادر أربيهمش ليه تطلع صح ولا غلط تخيل لو ولد وبنت أحسن لو كان ولد وبنت أحسن إشي بنتين وولدين إيه؟ بتقدر تعيشهم بتقدر تربيهم أحلى ترباع بكافي أربعة جد أربعة أحلى خلفة قال ما فيها تقدر تربيهم زي ما بدك على كيف أنا واحد من الأربعة يعني يا ريتني ما ربيتك أنا لا هاي قصدك اثنين يعني تعلمهم بتظبطهم بتوفر لهم كل شيء هذا مضبوط 100% بس لو الظروف كويسه يعني والشغل كويس كان الاولاد يشتغلوا كان ساعدوني شوي كان تغير شيء بس مش مساعد عندي تعرف شو المشكله عندي كل شيء اللي انا بناطع بهالدار بشتغل وبجيبه والطايح رايح بهالدار نتأمل في هالصغار هذولا الجيل الصغير أما الجيل الكبير اللي عندي يعيد يعني بطل يدرسهم المرة أنا أشطر واحد يعني عندي أربعة خمسة هذول طلعوا من المدارس الحين وصلوا الأول ثانوي زي ما شرحت لك في شيء الظروف يعني بتساعد شوي معنا فقعدوا يعني أنت ما بتعرفش تدرس أنا؟ لا مالكش انا مش فاضي انا اصلا درس ما انا اجيب لهم الخبز بطلع من الليل برجع في الليل اه الشغل شو بدنا نسوي من فوضي يبيع سلاح كان منطري يبيع انه الطفل زي هذا يبيع سلاح تبي نعرفه هو ها ولا تبي نعرفه شو اخي يشهد عليك يعني السلام عليكم
بحبش هاتي هنا. بحبش هاتي هنا. ليش شو بصير؟ مرة واحد بتعتبني، مرة واحد بيشفط لي شلوط. تعال ما جيت 50 كيلو حبيبي، على نص على نص. والله نفسي اسوي لهم غرف لهم مركبة، كل اثنين في غرفة اضبط لهم غرف ومحسسهم يعني في العيشة كويسة، فاهم؟ واخليهم يشدوا حالهم في الدراسة، اعلمهم، شايف؟ يعني ياخذوا مصروف زي الناس، يلبسوا زي الناس، ما يعانوش من اي ضيق، يعني يحسوا حالهم نازلين على المدرسه زيهم زي اهل امه كلها. يا اخي ماسكين السك بتسوي شو هذا؟ عنده طار هذا النشر. حلم فيهم يدرسوا ينجحوا في مدارسهم ويصيروا يصيروا زي الناس، ما بتصير. أحب أنا بسط منهم، مش يجوني ساقطين. أحب واحد فيهم يكمل توجيهي، أنا بسط. نقول هاي ابني والله كمل توجيهي وابني نجح. والله شو بتتمنى للأولاد؟ بتمنى لهم يعيشوا في حياة سعيدة. الأستاذ بيحكي ليش عن اسمي؟ بحكي لي يعني بحكيش تعال اسمي، يعني بحكيش عن اسمي، بحكي لي ابن على فطار. يا خلاص ارجع ارجع سكر باب الحال، خلاص اطلع يا زلمه، يلا روح يا جماعه. أول ما بيبدأ في الطوش يومي يوم أسود ببلش. كمين تحكي بعد الطوش بتبلش الشغل، شغل الدار، صير مفطور بفطر بهم بطردهم برا على الشارع، ببلش في الدار غسيل والجري والشطف طبيخ أي شغلة في الدار. إذا أتمنى أشتري إشي كثير بتمنى أشتري إشي، بس بطلوش ما نفش لحاله يعني. هاي بشتغل بطقطق عمين دي لحق هذول 14 من 16 نفعني في الدار عمين ولا مين، ومش زي أول عرف الحين كمان. خلاص كل ما الواحد بكبر بده يعني مساعدة، بده زي العجل هذا مساعدة. يا رب فضل. عشان ساعد لنا انا هو حسب الشهر اللي بيشتغل فيه.
يعني في أشهر مثلا بشتري ب 1500 شيكل، أشهر ب 1800 حسب الشغل اللي بنشتغله احنا جوا بالصيف. شايف؟ الحين أول ما بنقبض القبضة بنايل على الدكاكين، تدفع لأبو يوسف نص الدينار، يبقى بده منك 1200 شيكل، 1300، تعطيه 600، بضل الباقي للشهر الجاي. بتيجي أنا تشتري مثلا غاز للدار، تشتري خضرة، مصاريف للأولاد، واحد بده كندرة، واحد بلطلون، تتداين فوقه كمان.